نقول انه جمعت مدينه المدور اعتبارا لعده اعتبارات، اولا حجم ديال الكثافه السكانيه، وايضا لمركز ديال الجامعه الترابيه 23 اكيد غيكون واحد المولوجيه والمرافقين عدد اكبر من جميع الجامعه الترابيه اللي يجونا الى مدينه المدور بطبيعه الحال من ناحيه انها عاصمه ديال الاداره. هناك كثيرا من الادارات العموميه ومؤسسات عموميه، وبذلك هنالك ما يتعلق بهذه الجامعه الترابيه استحضارا في اطار ديال مقاربه القرب ومقاربه التشارك مع ديال المواطنين اللي عندنا بشكل يومي. اكثر من ذلك عندنا يوم الخميس كنحلوا واحد في اطار ديال الانفتاح على الساكنه من اجل استحضار المشاكل ديالهم. انطلاقا من جميع السادة الساكنة اللي كنستقبلوهم أكثر من 54% يستحضرون الإشكال ديال النقل الحضاري. لا من ناحية ربما هناك كثير لم يتم تغطيتها كثير من المناطق داخل الجامعة الترابية ديال المدور، أو النقص في عدد الخطوط خصوصا وأن الجامعة الترابية هناك بعض المناطق اللي عندها واحد التمركز ديال الكثافة السكانية، التمركز ديال المواطنين واحد المنطقة واحد التقطيع الترابي اللي هو محدود جغرافيا، ولكن من ناحية الكثافة هي كبيرة، وهذا كيشكل واحد العائق من ناحية ديال كيبيع للجميع أن النقل الحضري عنده واحد الدور مهم جدا اللي هي قاتلة ديال التنمية اللي مرتبط أساسا ما يتعلق بالشغل، والناس اللي الناس أكثرية كيستعملوا هذا النقل الليبيس باش يوصلوا لمقر العمل ديالهم. كاين مجموعة من المناطق في جامعة الترابية ديال المدور خصوصا المنطقة ديال المطار ومنطقة ديال تيزيرين أو ما يعرف بمنطقة ديال الجوطية، هاتين المنطقتين أنا دائما في إطار الاستماع والإصغاء ديال هاد المواطنين كيكون واحد الإشكال مهم يتعلق بالنقص في الخطوط، وأيضا ربما انعدام بشكل كلي للحافلات أن تمر بتلك المناطق. إذا استحضارا سيد المدير المحترم يبدو لي أنه ربما يعني في هذا الوقت غير كافي، نتمنى ان يتم عقد لقاء مع الجامعه الترابيه ديال المدور اللي غنستحضروا فيها مجموعه من الاشكالات والارهاصات اللي كتعاني منها ديال الساكنه ديال الجامعه الترابيه ديال المدور. وشكرا. الحافلات تتمر من مناطق اللي خاص يكون فيها الناس، يعني مثلا يمكن لينا ندخلوا بجميع الاحياء. حي المطار وحي كبير، وتنظن بان ماشي حي المطار فيه رقم 4 حسب علمي. كان واحد الشكايه كانوا تيدوزوا الحافلات الصغار الميني بوس، الى لاحظتوا حيدناهم درنا لي بوس الكبار، ورغم ذلك الحافلات ما تتمشيش عامره، يعني باقه من اقل الحافلات اللي عندها لي غاسيو الاخفض اللي كاينين عندنا في النظر. كان شكايات ودرنا حافلات اكبر والحافلات ما تعمروش، يعني ممكن اننا نجلسوا اي شارع تدوز منه رقم 14 وغادي يبان لك بانه دائما تيدوز خاوي. علينا حنا تيبقى الباب ديالنا مفتوح، ندرسوا جميع الطلبات وممكن نتعاملوا معاه بكل ايجابيه ان شاء الله. حنا كيف قلتي ربما هي الجماعه ديال الناظور هي اكبر جماعات وخصها التعامل الخاص، ممكن اننا نديروا اجتماع خاص ونتكلموا على كل حي وكل خط ان شاء الله. حنا مساعدين عموم المواطنين. لحد الان كان فقط الطلبه والتلاميذ اللي تيستافدوا من البطاقه، الان حنا في صدد انهاء المشروع ان غادي ان شاء الله نفتحوا بطاقات للعموم اللي عندها ثمن اقتصادي بالنسبه للناس ان شاء الله. الان حنا تنخدموا على مشروع ديال الدفع عبر الانترنت حتى الطلبه ما يبقاوش يجيو عندنا لا لبول دي شونج لا البارك ديالنا، انه ممكن من خلال الانترنت الصفحه ديالنا ومن خلال حتى التطبيقات البنكيه، انه من خلال الموبيل ديالو الهاتف المحمول ديالو انه يدير لا غوشارج اعاده تأبئه البطاقه ديالو. هذه المساله ماشي غير للطلبه فقط وماشي غير ذوي البطاقات، غادي غنفتحوا حتى شراء تذاكر للإماش تذكرة الوحدة ولا عدد من التذاكر، أنه ممكن أنه يتم هذه العملية عن طريق انترنت تطبيقات البنكية وحتى وفاكاش خدمات
الهدف هو تقريب الخدمه لاكبر عدد من المواطنين، ما يبقاوش حتى يجيو عندنا في مكانين وحدين اللي هو لو بول دي شونج ولا المقر ديالنا. هاد السنه كذلك وماشي هاد السنه، يعني في قريب في الاسابيع المقبله ان شاء الله غادي يخرج واحد التطبيق اللي هو الرقم واحد في تطبيقات التنقل الحضري في اوروبا اللي سميتها موفيت، واللي انها الان كاينه لان درنا الدراسات ودرنا لي تيست والحمد لله كلهم كانوا ايجابيين، لدرجه ان التوافق بين التوقيت ديال لابليكاسيون التطبيق والتوقيت اللي هو الحقيقي متوافقين 100%، يعني صفر هامش الخطا. هذا التطبيق هو الان مفتوح على كاين في اندرويد واي او اس، هو التوقيت الوحيد الان في المغرب وعلى المستوى الافريقي كذلك اللي تيسمح للمواطن ومستعمل النقل الحضري انه يعرف التوقيت ديال الخط اللي تيهمو بشكل حقيقي، يعني ماشي افتراضي، ان طون ريال ماشي فيرتوال، وهذه سابقه في المغرب. وحنا يعني في اظن قل من شهر ونصف شهرين غتكون ان شاء الله مفتوحه للجميع. احنا في صدد الدراسه، واننا غادي يكون مع تنسيق المؤسسه التعاون ومع تنسيق اللجنه ان شاء الله اننا نخلقوا خطوط جديده. الان الدراسه اللي كملات هي دراسه خط المطار ان شاء الله اللي تربط وسط المدينه بالمطار ديال نادور. الخط درنا دراسته واجده، غادي نعطيو الاقتراح للمسؤولين بالمدينه والمؤسسه التعاون، ولا كانت الموافقه ان شاء الله اننا نبداو هذا الخط. غادي ان شاء الله ببدايه السنه الدراسيه الجامعيه المقبله غادي نديرو خط ديال تيربط مركز التكوين الجديد اللي كاين في حي المطار، لان خصنا نشوفوا الطلبه فين يجيو ان شاء الله، هو في اطار دراسه ودراسه ديال الخط الجديد اللي تيشمل مارشيكا ان شاء الله. بالاضافه الى هذه الخطوط الجديده، حنا تندرسوا تمديد وتغيير بعض الخطوط من اجل توفير النقل لفائده الاحياء والقرى المتواجده داخل المحيط الجغرافي لتدبير المفوض ديالنا. هذا التغيير والتمديد يعني ما تعنيش خلق خطوط جديده، يعني ان الخط اللي كاين الان اللي نتصلوا بنا من بعض المسؤولين عن بعض الجماعات ان بغاو كيفاش ندرسوا لو كاين من الخطوط اللي تدوز من حدا هاد الاحياء من حدا هاد القرى لا تقدر تدخل لهاد القرى باش حتى هي تستافد من النقل الحضري. هذا كاين شي وحدين اللي درسناهم وواجده النتائج ديالهم، وكاين شي وحدين اللي هما في صدد الدراسه وغادي ندخلوا ان شاء الله في لي فاز دو تيست، يعني مرحله التجربه، وعلى حسب نتائج هذه التجربه غادي نقترحوا على المؤسسه التعاون باش يكون القرار جماعي ان شاء الله. من لي زاكس اللي غنخدموا عليهم هما تحسين التواصل مع مستخدمي حافلات النقل الحضري، ذلك عن طريق انشاء وسائل الدعم التكنولوجي، يعني نستعملوا لي ريزو سوسيو باش نتواصلوا احسن. ولي ريزو سوسيو ديالنا حنا خلقنا صفحات رسميه خاصه بنا اللي غادي تسير بشكل احترافي بشكل مهني، اللي غادي تسمح لنا تحسين التواصل بيننا وبين الناس ان شاء الله. هاد الان باج انترنت ديالنا راها ديناميكيه، و تنوجدوا دراسه لان العقد تفرض علينا اننا نديروا دراسات مرحليه حول مستوى تصور الخدمة عند الناس ديالنا المستعملين ديال النقل الحضاري. حنا ان شاء الله تنجدوا واحد الدراسة اللي غنخرجوا فيها على الأرضية، ويكون ان شاء الله واحد كيستيونير استمارة باللغة العربية، الكيستيونير اللي على حساب أجوبة الناس غادي تكون عندنا واحد الفكرة
عن تصور الناس للخدمه ديالنا. حنا تنعلموا ولكن ماشي بشكل مهني، لان دقيق ان الحمد لله الناس مرتاحين بصفه عامه. كاين بعض المشاكل هذا خصنا نعترفوا به، حنا تنخدموا عليها، ولكن الحبذا لو مش حبذا، حنا ارتئينا اننا نديروا هذه الدراسه باش ناخذوا اراء الناس بشكل مهني واحترافي ودقيق جدا، اننا ندمجوا اللغه الامازيغيه في كل الاشارات، في كل الكلام، وفي كل الاعلانات اللي غنديروا ان شاء الله. النقطتين ما نكثرش عليكم. النقطه الاولى ان احنا في الان في تفاوض مع ممثلي العمال ديالنا، لا على المستوى النقابي ولا على المستوى التمثيلي الداخلي، تنتفاوضوا ان شاء الله. احنا في نهايه المراحل الاخيره جدا ديال اتفاق جماعي، اون كونفونسيون كوليكتيف، وهذه سابقه على المستوى الوطني، لان غتكون ان شاء الله اول اتفاق جماعي على المستوى الوطني في هذا لو سيكتور، هذا القطاع هذا. وان شاء الله الى تمت الامور ربما غتكون التوقيع ديالها بحضور الوزير العمالي وغير ذلك، بحكم انها سابقه. هذا الاتفاق الجماعي غيضمن لنا واحد السلم لا بي سوسيال لمده واحد 5 سنوات ان شاء الله، وهذا حتى في صالح المدينه والسكان. هذا يعني بان امكانيه حصول اضراب صفر تقريبا، لان كاين كل شيء اتفقنا عليه لمده 5 سنوات ان شاء الله. اخر نقطه هو ان في اطار استراتيجيتنا اننا نكون اضافه الى فاعلين اقتصاديين، نحن ان شاء الله واتخذ قرار اننا نكون فاعلين اجتماعيين كذلك، ونخلقوا التواصل مع مجموعه من الجمعيات المحليه الخيريه اللي عندها نشاط على المستوى الاجتماعي باش نتعاونوا معهم. ديجيتاليا بغات تكون ماشي غير فقط ناقل، ولكن يكون عنده دور اخر، عنده طابع اجتماعي وانساني ان شاء الله. وشكرا.